حكم الظهار لو نواه طلاقا. ايوه خلي بالك، انا شفت البعض كاتبين والبعض مسجل كده ان يبقى هنا ما دام نيته الطلاق يبقى واقع الطلاق. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ولا يصح حتى لو على نوى الاطلاق. الطلاق. حتى لو نوى الطلاق هو ظهار. شوف يا دكتور محمد، اللي عايز اقوله لفضيلتك حكم الظهار ولو نواه الرجل طلاقا يكون ظهارا لا طلاقا، يكون ظهارا لا طلاقا. ليه؟ لأن الله جل وعلا جعل الظهار ظهارا، جعل الظهار ظهارا لا طلاقا. والذين يظهرون من نسائهم بالظبط، جعله ظهارا لا طلاقا. خلي بال حضرتك يا دكتور محمد، والعرب في الجاهلية كانوا يعدون الظهار ايه؟ طلاقا. بدليل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر هذه الأمور. إيه اللي حصل يا دكتور محمد؟ القضية قضية ظهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الحكم فيها باجتهاده، ظن أن الحكم فيها وكذا على ما كان عليه العرب. لكن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ظهار تحريم وليس بطلاق، وليس إيه؟ بطلاق. بطلاق. خلي بالك يا دكتور محمد، فضل. ولذلك بيّن الله أن الظهار ظهار تحريم وليس إيه يا دكتور محمد بطلاق، وله كفارة في القرآن الكريم. فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي، أو أنت علي كأختي، أو أنت علي كبنتي إلى آخر هذه الأمور، أو كظهر أختي أو كظهر ابنتي إلى آخره، فإنه ظهار ولو نواه طلاقا. ولو نواه طلاقا، بل ظهار كما شرع الله. كفرت إيه دكتور محمد؟ عتق رقبة إيه؟ نعم. مؤمنة. خلي بال حضرتك، طب ما معاش ما يقدرش، يبقى صيام شهرين متابعين ده من قبل أن يتمس. يعني مع احترامي لو صام كذا يوم وقام جامع الزوجة يعيد من أول بدون عذر، عيد أو مرض شديد، ارجع تاني جيب من الأول. خدت لحضرتك ازاي؟ طيب ما مش قادر بشرط الأطباء أنه يصوم شهرين متتابعين يا دكتور محمد، يبقى إيه بقى؟ إطعام 60، يطعم 60 مسكين. لذلك ربنا بيقول إيه؟ الذين يظاهرون منكم. يعني إطعام المسكين يا دكتور في حالة عدم القدرة على الصيام. أي طبعًا، لأن الناس يقول لك خلاص أنا طعمه خلاص. لا، ما أنا هقول لك أهو، الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن إيه؟ أمهات، إن أمهاتهم إلا الله إلى آخره. ربنا يقول إيه؟ بعد ما بعد ذلك في فمن لم يستطع. لا لا، خد بقى اللي بالك بعد، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى. فتحرير رقبه من قبل ان يتماسى. خلي بالك يا دكتور محمد، يقول لك ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. وبعدين فمن لم يجد اهو، يعني ما تقوليش ما اروح على الصيام على طول. لا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل نفس الشرط ايضا من قبل ان يتماسى. خلي بالك يا دكتور محمد. طيب فمن لم يستطع، انا بعلم النص اهو، النص واضح اهو، فمن واضح. لم يستطع فاطعام من دكتور احيانا اللي جينا فتوى كده قاعد يقول لك لا، انت لو لقيته غني تقول له طلع، ولو لقيته واقف قادر تقول له. عارف دي؟ فكرت بسمعها والله، والله عارف وسمعتها دي، فكرتني بالمأذون اللي كان كل ما واحد يقع في في الطلاق يروح له، ابو فلان انا وقعت في الطلاق، قلت له لا، يقول له قلت كذا، يوم قلع البلغة. والله العظيم وكان دي عندهم، يبقى هي ده الفتوى. يوم قلع البلغة، انا شفت دي وانا صغير يعني عند البعض، ويقوم نازل على دماغه شويه اكتر بالبلغة كده، خدت بالك ازاي؟ وبعدين يقول قول ورا لا، تبت الى الله، تبت الى الله، ورجعت الى الله، ورجعت الله، ونرمت على ما فعلت، وعزمت على الا اعود. والموال اللي انت عارفه ده، يلا يا خلاص راحت، راحت فين؟ راحت فين دي في رقبته؟ خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك اللي حضرتك بتقول عليها ده دكتور كان يقول لك ايه؟ خلي بالك، اصل الغني الفلوس ما تاثرش معاه، نقول له صوم عشان نوجعه. خلي بالك، والثاني اللي هو الفقير مع احترامي يعني الفلوس اللي توجعه، لكن الصمم ما يقولوش. خلي بالك، ده كلام مع احترامي مش صحيح. لا 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 لا، في مثل هذا الامر في الظهر غير صحيح على الاطلاق. وبعدين يا اخي انت يعني دور مع الدليل حيث دار، وسير معه. لا، والكلام واضح ومرتب، فمن لم يجد فمن لم يستطع. بالضبط كده. انا عندي قلت لك الظهر اهو، ما فيش فيه وحتى في دقه يا دكتور، يعني حينما تكلم عن عتق الرقبه قال فمن لم يجد. احسن، نظرا لتغير الزمان والمكان وتغير الاحوال. بالنسبه بقى فمن لم يستطع، لكن الصيام فمن لم يستطع. احسن، لان الصيام يرتبط بالاجابه. بالضبط كده. بالضبط. بالضبط. لدي سؤال اخر دكتور، في جعبتي دقيقتين، هل نستطيع ان نعطي حقه؟ لا 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 لا. إذن هو كان السؤال ونرجئه للحلقة القادمة، مهم جدا، لأنه أثير مؤخرا قضية غذاء النبي، فسيدنا النبي كان أثير بس يا دكتور
ده مش مثارة فقط، الناس بتسمع الكلام ده دلوقتي منتشرة جدا، وبعدين بيستخدم كأداة للعلاجات بقى وحاجات في التلفزيون، واشتري غذاء النبي وتبقى زي الفل. وعلى أكبر المواقع على وللأسف اغتروا بذكر الإمام الحافظ ابن حجر لذلك وظنوا أن الحديث يبقى صحيح، وكذلك مع احترامي في فتح الباري، وظنوا أن ما نقلوا أيضا ابن القيم يبقى ما يبقى حديث صحيح أو غيره وغيره. إذن الموضوع كبير، حتى في بعض العلماء نقلوا أمور معينة يحتاج إلى توضيح وإلى تفصيل. أحسن. وإلى وذلك يسمى غذاء النبي. يا أكبر ده شغل، ده عيال شغل عالي عشان يبيعوا ويعملوا. لا بس شغل عالي، شغل عالي. لا هو مش عالي، ده شغل كل الأم والتقدير. مش عادة شغل الشياطين، اللي احنا حاسس بنا بنظلم الشياطين كتير معنا والله. أنا والله أنا ابن المبارك، أنا ابن المبارك إن ابن آدم كان احترامي يتعلم من الشيطان، الآن صار الشيطان يتعلم من ابن آدم. تحياتي لك يا معلم. سلام سامي دكتور، شكرا على الله يبارك في عمرك.